المجله دي كانت عامله استفتاء لاعتزال حسام حسن، فانا يعني حاسس في هواء سخن في ضهري من ورا، فببص كده لقيته مين؟ حسام حسن. فكان في بعض الصحفيين دايما حسام حتى لما بيجيب جول بيروح لهم هم مباشره. محمد حسني مبارك حصل اتصال معايا وقال لي بلغ اللعيبه خلاص احنا مش عايزين منكم حاجه. طب يعني عايزين لبس، والله لبس مزركن والدنيا بايظه. كنت بكلمهم يوميا، فلما رجعت لقيت حوالي عليا 12000 جنيه. حفيظ دراجي كنا بنهتف عليه في كل جول وهو كان متضايق قوي. فقلنا انا كان متضايق زياده. قلت له ما تقلقش انا هقول حازم لواري يحط سونج في كاش المكافئات بتاع منتخب مصر. من 86 ل 98 12 سنة بين التتويج الثالث اللي مصر خرجت بعده 3 مرات متتالية من دور المجموعات وبين التتويج الرابع اللي محدش كان عامل حساب. فرق البطولة زادوا ل 12 فريق بداية من 92 وزاد الثاني ل 16 في 96، وعلى عكس العروض المخيبة للأمال كان الإعلام بياخد خطوات جديدة. أمور كلها لما اتحطت جنب بعض خلت البطولة دي تحديدا لها طابع خاص. بطولة بوركينا فاسو دي تعمل عليها كتاب من أول ما حطيت رجليك في المطار لغاية لما رجعت. لازم أنت بتتكلم عن 98 تتكلم عن 90. 90 كانت مرحلة فاصلة في التقنية وفي التغطية. جريدة مثلا أخبار رياضة طلعت بسبب بطولة كأس العالم، وفي نفس الأسبوع طلعت الإهرام الرياضي. ما كانش فيه احتكار، فكنا بنذيع بدايرة إذاعية وجهاز إذاعة وميكروفون، والتلفزيون كان حاجز عن طريق اتحاد الإذاعات العربية. البطولة دي ما كناش حطنا في دماغنا خالص. بأمانة كان في بعض الجهات كانت ضدنا. كان كابتن جواري يطلب عايزين نعمل معسكر، والله ما فيش إمكانيات. طب عايزين نروح نسافر نلعب، والله يعني طب يعني عايزين لبس، والله لبس مزركن والدنيا بايظة. حصلت دربكة إدارية كانت في دماغ المنتخب. سيادة الوزير في الوقت ده رئيس الوزراء الجنزوري شال منه امضة الفلوس وبقى الراجل النائب بتاع الجنزوري هو اللي بيعمل. كتبت الجواب بخط ايدي من دكتور كمال الجنزوري، واتكتب الجواب والطبع ومضى كابتن محمود الجواري، وخده كابتن سمير عدلي تاني يوم وراح بيه مجلس الوزراء سلمه للشنطلات حمان. وخلي بالك انه حاول يقابل الجنزوري 5 مرات، الجنزوري رفض. اتربينا على أسطورة إن الجوهري نيم إفريقيا وقال إننا رايحين ناخد مركز 13 ورجع بالكاس، رغم إن الحقيقة مختلفة تماماً. بس الجنرال اتحط في موقف واستغله. الحرب خدعة، وكان الجوهري ضابط. كان في يعني شبه معركة ما بين الإعلاميين وكابتن محمود الجوهري، إيه سببها؟ الله أعلم. وعمل مؤتمر صحفي الجوهري حضرته، وقعد يبص على الفرق اللي كانت موجوده. خلى سمير عدلي يعمل منشور لكل صحفي ترتيب الفرق ايه، كان محطوط من الترتيب ترتيبنا ال 13. الناس خدت الورقه دي ومسكت في كلمه 13. واحد من اللعيبه بيقول له يعني احنا رايحين تاخد ايه ومش عارف، قال له لو انا داخل المطار هيقول لي انت مين؟ هقول له انا مصر، انت ما خدتهاش بقالي كذا سنه، انا مش عارف ايه. فيقول لي لا اقف في المركز ال 13. مصطلح. والدنيا قامت اياميها بقى كابتن جوري واحنا مستغربين لان الورق معانا. فكابتن قال لنا بقول لكم ايه، ولا الرد ولا عكس، سيبهم يعيشوا في حته ال 13، انما احنا رايحين نجيب البطوله. وكان هذا قمه الذكاء والخداع من محمود الجوري، لدرجه كان فينا معانا احد الصحفيين في دوره ال جي اللي هي في تايلاند، طلع عمل استفتاء من ورانا مع اللعيبه احنا هناخد المركز الكام. احنا كنا تقريبا حوالي 22 لعيب، 18 لعيب قالوا هناخد البطوله و4 قالوا هنوصل للنهائي. كان في الاستاذ محمد السيد، كان في محمود معروف، كان الكابتن عبد صالح الوحش موجود، كان احمد شوبير مذيع موجود، كانت في مجموعه كبيره جدا. يعني احنا كنا في الطياره، المضيفه تعدي بالعربيه فيها الجرايد والمجلات وبتاع، ما كانش في غير مجله رحت شاددها. رئيس التحرير فيها اللي كان بيكتب في الرياضه كان قاعد على يمين في الطيار. المجله دي كانت عامله استفتاء لاعتزال حسام حسن، وكان 29 سنه 30 سنه، كان لسه الفكره بتاعه ان ايه بطل. انا قاعد بقرا بتاع، فانا يعني حاسس في هواء سخن في ضهري من ورا، فببص كده لقيته مين؟ حسام حسن. فشافني
فرحت عامل مجلة قفلتها فلقيته بيمد ايده عشان ياخدها، رحت انا ايه بعدها وهو بقى ايه بيلف، رحت جارع كابتن جوهر كان قاعد قدامه قلت له الحق في كارثه ورا، رجع قعد مع حسام حسن لا يقل عن ساعه ونص، اداله شحنه غير طبيعيه. حسام حسن كان عنده دوافع قويه جدا ان هو يشتغل وان هو يعمل بطوله كويسه يعني. فكان في بعض الصحفيين دايما حسام حتى لما بيجيب جول بيروح لهم هم مباشره بدون ذكر اسماء حد. بتبدا البطوله بالفوز على وش الخير موزمبيق بنفس النتيجه 2-0، وبنروح ماتش زامبيا بنكسب 4-0 قبل الخسارة الصادمة أمام المغرب بهدف مصطفى حاجي الشهير اللي حول مسارنا لمواجهة كوت ديفوار وعديناها بركلات الترجيح. في وسط كل الأجواء دي كانت بتتم التغطية بشكل مستمر من دولة إفريقية نامية. طب إيه شكل التقنيات ووسائل الاتصال؟ يعني لو واحد حابب يطمن على أهله في زمن يدوب الموبايل لسه داخل مصر أصلاً كان بيعمل إيه؟ كانت الوسيلة الاتصال لنقل المباراة هي الدواري الإذاعية، يعني جهاز إذاعة كامل بتصل بالراديو الدولي ينقل لك المباراة من الملعب. كانت هناك رسائل يومية بتيجي من هناك بالأقمار الصناعية وبتذاع على طول. تليفون العادي اللي هو الأرضي في الأوضة بتاعت الفندق كان مديهم الرقم يتصلوا بينا في الأوضة ديهم رسائل بقى. والصور جالها برضو جهاز بيصور لكن بيجيب الفيلم وبيحط ببعض الآليات بيحطه جوه بيوصل للجريدة. انت وحظك توصل بقى الصورة واضحة توصل بص مشوشة بايظة. وكان أكتر الصحفيين بيروحوا فندق لبناني في النت وفي الكلام ده يعملوا الرسائل بتاعته. سيداتي وسادتي نلتقي مع الكابتن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر بعد هذا الفوز العظيم الذي حققه منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار. وشعورك يا كابتن دلوقتي؟ أنا قال لي أنا سعيد جدا وأنا فخور، تك دايما يقول فخور بعبدائي. كان الكابتن جوهري مثلا حد من العالمين يقول له مثلا عايز أخد كلمة من العيب الفلاني كان يقول له فضل كنت الكلمة بس ما تزوجش في كذا بتاع كده تمام. فكان في كنترول. بعد ما جم اعتذروا الكابتن جوهري كانوا بعد كل مباراة كلهم بقوا يجوا يتعشوا معاه. لم يحدث ان الكابتن الجوهري طلع لحد في المدرج قال ليا. ان كابتن ظبطت بيه علاقه الحقيقه علاقه طيبه جدا. كنت طالع موفد من اذاعه مع منتخب مصر قبل كاس العالم. يعني انا اجيد تلاوه القران كويس جدا. صليت بيهم المغرب والعشاء. قال لي لا انت لازم تبقى معانا وبتاع. كانت البدايه. بس كانت المكالمات صعبة جدا انك انت حتى كان لازم تتكلم بقى تروح مكان معين في مكالمات دولية او تليفون دولي عشان تعرف تتكلم مع حد من اهلك بقى على التليفون بتاع البيت. يعني انا كنت عشان اكلم بيتي واطمنه بمشي من الحتة اللي انا فيها حوالي 8 كيلو او 9 كيلو. كان معنا رئيس البعثة طبعا كابتن حازم اللي هو كان عنده تليفون مجموعة بيروح ايه لعيب يكلم اهله الاخبار تمام واطمن ويمشي. وفي نص النهائي سجلنا هدف أيقوني حيفضل في ذاكرة الكرة المصرية للأبد من كعب حازم لرجل حسام. يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام. شوبير البطولة دي أقل احنا كناش بنسمع يا سلام يا حازم ما بنسمعش مفيش الأوبشن اللي انت تشوف الجون وتطلع لا 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 انت بتسمع بس صدى الفعل بتاع إعجاب الناس بالماتشات. بدأنا نحس لأن بيجينا أن الجمهور بتاعنا بعد كل مباراة بيلف الشوارع والرئيس عمال يبعت لنا تهنئة. جه بقى ناس كتير وجماهير وجت طيارة مخصوص عشان خاطر الفاينل. منع تماما أي مقابلات أي احتكاك أي علاقات ما بينك وبين الناس لغاية ما تخلص البطولة. اكتسبنا الثقة وترجمناها سريعا على أرض الملعب. صاروخ من أحمد حسن في الدقيقة 5 وجملة رائعة من فاول أنهاها طارق مصطفى في الدقيقة 13. الكورة دي يمكن أنا فضلت أمشي بيها السكة عمالة تتفتح قدامي وبدأت أشوط. لما شوطت الكورة أنا ما خدتش بالي إن هي لفت. فلما نزلت هنا مصر فالناس كلها تقول لي هي لفت إزاي؟ الكورة دي لفت إزاي؟ طب هي جت إزاي؟ طب أنت شوطتها إزاي؟ أنا مش فاهم. وقتها ما كانش لسه بقى طلع السوشيال ميديا إن أنت تقدر تجيب الموبايل بتاعك وتشوف الهدف بعد الماتش على طول. لا أنت كان لازم بقى تشوف التلفزيون عشان شوف الهدف. اتعملت جمله حلوه قوي كان فيه هو الخارج منطقه الجزاء لعب بطريقه 1 2 3 في طارق مصطفى حط الكره في الاخر كانت مفاجاه ليهم لكل الناس
انا شفت التمرين ده، انا شخصيا ما كنتش اعرف ان تلعب كده يعني، ولا لكن في الملعب اتطبقت صح واتعملت صح وكسبنا. وتنزل ستارة اصعب واغرب بطولة لمنتخب مصر، ويبدا احتفال تاريخي هيغير شكل الكرة المصرية بعد سنين، وبطبيعة الحال شكل الاعلام الرياضي كله. لما خلص الماتش طبعا شلنا كابتن جوهري، ده رقم واحد. كابتن جوهري قال لنا مفاجأة ليكم، ده اللي قالها شوبير، لان كان شوبير جون بطيارة خاص، يا جماعة الرئيس مستني. وكان في استقبالهم في المطار كل من وقفوا امامهم في تسهيل لمهامهم عشان يحققوا البطولة، كله بدأ يهيص ويحتفل. الله يرحمه الرئيس مبارك كان هو اللي بيستقبلنا في المطار الساعة 9 الصبح. فكان وقتها الدكتور جمال الجنزوري ودكتور عبد المنعم عمارة وكابتن سبيل زاهر الله يرحمه كان رئيس اتحاد الكورة، فقابلونا في المطار، فخليت اللعيبة كلها تمضي على التيشيرت بتاعي وكل الناس اللي كانوا موجودين، المشير طنطاو الله يرحمه، رئيس مبارك. وكان هناك عتاب من السيادة الرئيس لأحد القيادات المهمة يعني باللفظ الواحد كده، قال له بخلي بالك من محمود الجوهري شوية. لما جينا بقى مصر هنا بقى، لا الجماهير صعبة جدا وكانت جامدة جدا. الكابتن بقى راح للصحافة قال للناس احنا نطلع الاستاد عشان ايه الناس مش على المطار، كان الناس في بعض. احنا جينا من الاستاد لدار الدفاع في 12 ساعة بالعربية. انا بعتبر 98 دي نقطة تحول لحب الجماهير، لان كان كلهم رايحين في اتجاه الاندية، وكانت في نظري اغلى البطولات. وده اسم الكتاب ان انا عملته وصدر بعد البطولة بأقل من أسبوع. وكنا في الفترة دي على أعتاب مرحلة جديدة في الإعلام، اللي هي بقى بدينا فيها الرخاء الإعلامي. ظهرت بعض بقى البرامج الرياضية، بدأت استوديوهات التحليل، في بعض المواقع بدأت تكتب، فبدأنا نخش في موجة تانية. لكن إحنا اللي حطينا البذرة بتاعة التطور اللي حصل في الإعلام الرياضي وحب الجماهير لمنتخب مصر. وبيبدأ العصر الجديد، قناة النيل الرياضية المتخصصة بتنطلق سنة 98، ومعاها صيحة الاستوديوهات التحليلية وقناة ورا الثانية بتفرد مساحات أكبر للكورة، وبتمهد الطريق لظهور قنوات متخصصة في الرياضة بس. وبدأ عصر تمرد الناس على انتظار الجريدة لمعرفة الخبر تاني يوم مع ظهور المواقع الرياضية، وكمان مع انتشار الموبايل كل حاجة بقت أسهل وأسرع. التغطية الإعلامية على أكمل وجه، لأنه البطولة بتقام في القاهرة، الصحف كتيرة زي ما قلت لك، البرامج الرياضية زايدة بشكل كبير جدا، بدأت نشوف قنوات رياضية منتشرة في 2006، كان الجرايد اللي كانت موجودة، بنعرف الأخبار، ما كانتش في توسع بشكل كبير جدا، انت تعرف اخبار كلها كنت بتستنى لتاني يوم تعرف اللي هيتقال في الجرايد عشان تشوف اخبار الدنيا واخبار الكوره، وده هيروح فين وده هيروح فين، واللي بيتقال على الماتش ايه. نايل سبورت بيشتغلوا على الحته ديت، كان في برنامج خصوصي اسمه ليله المباراه، وكان بتعمله الزميله الاعلاميه سماع عمار. الصحافه الورقيه يعني واخده مساحه كبيره، مع طبعا تواجد يعني هايل او لا باس به على الشاشه. وما فيش شك ان انا لما بشوفك على الشاشه لحم ودم مباشر، غير ما بستناك تاني يوم عشان اشوف الصوره في الجريده الورقيه، بتكون الدنيا اتكركبت. كان بدا يبقى الموبايل موجود، فبقينا نستخدم الموبايل مش في نقل الماتشات، بنستخدم الموبايل في انك تعمل لقاءات، انك تبقى بتغطي من حاجه بره الاستاد، حاجات كده. انما في الاستاد استمرنا على ان احنا بنستخدم الميكروفونات بتاعت الاذاعه وجهاز الميكسر بتاع الاذاعه والدوائر التليفونيه لكن على الناحيه الكرويه كان في ثلاث خيبات متتاليه في 2000 و2002 و2004، وتاني دخلنا البطولة مش المرشح الأول إطلاقاً للفوز بيها. وزي ما الإعلام رصد معاناة المنتخب الإدارية في 98، كان شاهد على معاناة إدارية تانية في اختيار مدرب المنتخب، لحد ما ربنا وفقنا في اختيار صانع الثلاثية التاريخية. ما عندناش تخطيط، احنا ما بنحطش تخطيط، ما بنحطش بلان للمستقبل، احنا على حسب النتائج اللي بتتحكم فينا، هي دي اللي احنا بنشتغل بيها.
كان في نوع من البعككه والدربكه في الاختيارات الفنيه للمنتخب، الجهاز الفنيه يعني. عندنا مراحل كتير صعبه طبعا، مثلا طايدلي وزال جيلي، وبعد كده جه كابتن الجوهري، وبعد كده مش كابتن الجوهري، وبعد كده كابتن محسن صالح، البطوله الصعبه اللي احنا خرجنا منها 2004، وبعد كده جه كابتن حسن شحاته، كان المفروض لفتره مؤقته، وبعد كده المفروض للتعاقد مع مدير فني اجنبي، كابتن حسن شحاته كمل. الناس يعني لما شافت ان الكابتن حسن شحاته بيقود منتخب مصر يعني كانت مستقطرة عليه ان حسن شحاته هيكون منتخب مصر. فمن حسن الحظ الجيل ده وبما فيهم انا ان البطوله دي كانت بتقام في مصر، وان احنا خدنا البطوله دي، فبدا يتحافظ على الجهاز الفني وبدا يتحافظ على الجيل ده. سريعا ينطلق القطار المصري بفوز على ليبيا وتعادل مع المغرب، ثم فوز على كوت ديفوار ضمن الصداره وخلانا نقابل الكونغو الديمقراطيه في ربع النهائي، ويسجل حسام حسن هدفه ال11 والاخير في كاس الامم. احنا ما كناش الافضل فنيا، ولكن احنا كنا افضل ان احنا حاسين بالقيمه والمسؤوليه بتاعت منتخب مصر. حسن شحاته حط في هذا المنتخب في هذه البطوله فكره ان انا العب كره قدم، ان انا حساباتي تبقى عند المبادره الهجوميه، ان انا العب 200 راس حربه، ففي لعب متعب وعمرو زكي ساعات ومينو ثلاثه. احنا كان عندنا روح القتاليه اعلى بكتير من كل المنتخبات اللي موجوده، فعشان كده قدرنا ان احنا نتغلب على منتخبات كتير كانت افضل مننا. انت بتاخد الثقه شويه شويه، وكل ما بتاخد الثقه بتزيد الحاله عند الحلم عند المتفرج. ولكن ازاي كان الاعلام بيتعامل مع الحدث نفسه قبل واثناء، وازاي بطوله 2006 كانت بمثابه نقله نوعيه في مستوى تشجيع المنتخب؟ لاول مره في تاريخ الملاعب المصريه تزحف الالاف من كل اتجاه، الراجل ومراته وعياله كلهم شايلين العلم وداخلين الاستاد طول الوقت، لان الاستاد ده بيسبب ازمه لاي حد بيلعب فيه. الشكل الحضاري في المدرجات كان بيكبر الحدث كل يوم. انا شخصيا تعرضت لضغوط شديده جدا جدا قبل البطوله دي، وكان عندنا الاعلام للاسف هو اعلام ابيض واحمر، رغم ان انا كنت محترف وقتها وممثل لمصر في تركيا وقتها، كنت بلعب في نادي كبير اسمه نادي بشكتاش، ولكن بدا الاعلام بتاعنا، انت عارف انت لما بتوصل لسن 28 29 سنه بقى كفايه بقى وخلاص، والحرس القديم والجيل القديم، وكفايه بقى الناس بتاع كابتن الجوهري، وكفايه بقى، فبدا يحصل نوع من انواع الهجوم علينا، اني انا والحضري وعبد الظاهر السقاني خلاص بقى دول كفايه بقى عليهم كده. وقتها طبعا كان انضم لينا الكابتن حسام حسن قبل البطوله بايام، وكان في يوم بيبقى مخصص للجهاز الفني والكابتن المنتخب، كان بيطلع سواء كابتن حسام حسن او كابتن احمد حسن بالنيابه عنه. كان في تصريح مهم جدا لليمبي وقتها، مش ليمبي طبعا المدير الفني الايطالي، لما سالوه بعد الادوار التمهيديه مين افضل لاعب من وجهه نظرك شايفه في البطوله، قال على ثلاث لعيبه، وهو حتى وقتها ما كانش عارف اسمي، قال لهم كابتن منتخب مصر رقم 17 ده انا شايفه ان هو هيكون احسن لاعب في البطوله. وحتى وقتها قال تصريح يعني كنت اتمنى ان انا اكون اصغر من كده شويه، قال ان انا أرشحه للعب في فرنسا. التحدي الأصعب كان قدام السنغال، ماتش عديناه بصعوبة شديدة وحصلت فيه واقعة فضلت علامة من علامات البطولة، لحظة خروج ميدو ومشاداته الشهيرة مع حسن شحاتة. ولكن استمرت رحلة الجيل وتخطى كوت ديفوار تاني بكل نجومها، والمرة دي بركلات الترجيح. لما تتوازى الحلم مع الإمكانيات اللعيبة قدرتهم على تحقيق هذا الحلم، الطموح بيزيد وبيكبر. من نجاح المجموعه دي هم فنيا على مستوى عالي جدا، ولكن سلوكيا هو اللي نجح المجموعه دي. ف 2006 يعني كانت واحده من البطولات اللي تجمعت فيها كل مقومات النجاح، ومن ثم هي تحسب كواحده من اهم الانجازات لكره القدم المصريه. قدرت في الاخر الحمد لله ان انا احصل على احسن لاعب في البطوله، وقدرنا ان احنا نحصل على ده كان الاهم، على البطولة، ويبدأ الجيل اللي هو الجيل العظيم بقى، الجيل الذهبي اللي هو جيل 2006-2008-2010. حصلت نقطة التحول اللي طال انتظارها، وجات بطولة 2008 الأمتع على كل المستويات، عشان تنقلنا نقلة مختلفة تماماً. القنوات بتتوسع وتزيد في مصر وخارجها، كان عصر الاحتكار الرياضي فرض نفسه رسمياً، وبدل ما لقطاتنا بتقترن بأصوات اعتدناها بقت ترتبط بأصوات عربية، أبرزهم طبعاً عصام الشوالي. ولكن في مصر لو كنت في عربيتك وعايز تعرف أخبار المنتخب أكيد عدت عليك الأغنية معنا من غانا عثمان أباظة.
نحييكم من فندق إقامة الفريق الوطني في كوماسي. الأول أغنية معانا من غانا دي ما كانتش أغنية بالمعنى المفهوم، يعني هي كانت معمولة جنجل اللي غناها واحد مذيع راديو دلوقتي شهير والناس بتسمعه ماركو مراد. بعد ما اتساعت مرة في الثانية راح جاء عليها بقى إعلان من أحد شركات الموبايل في الوقت ده، وبقت بتتلعب مثلا في اليوم 10-12 مرة. ولما سافر المنتخب غانا كان اللعيبة يعني بدأت يعني تنمو وعندها الخبرة بشكل كبير جدا جدا وعندهم ثقة وهيمة. 2008 هي أفضل من أفضل النسخ اللي اتلعبت في البطولات فنيا للمنتخب المصري. احنا فوجئنا بأن احنا لعبنا أحلى كورة ممكن تكون اتقدمت في أي بطولة من البطولات اللي احنا كسبناها، حتى أحلى من 2010. كانت أفضل نتائج في تاريخ منتخب مصر في هذه البطولة. احنا كنا رايحين عاملين حسابنا ان احنا هنلعب الثلاث ماتشات بتوع المجموعة ونقول سلام عليكم وناخد بعضنا ونروح. كابتن حسن شحاتة كان عنده إصرار دايما بيقول احنا حامل اللقب، احنا مش جايين ضيف شرف. منتخب شخصيا كان حاجز بعد دور المجموعات، وبعدين لما وصلنا لدور الثمانية خلى الحاجز بعد دور الثمانية، وبعدين لما وصلنا الفاينل السيمي فاينل بقى خلاص انت كده كده هتلعب ثالث ورابع اول وثاني اول فاينل. بدأنا بالفوز الشهير على الكاميرون 4-2، وراها فوز مريح على السودان 3-0، ولكن الحسبة قبل مواجهة زامبيا اللي انتهت بالتعادل ما كانش ليها أي علاقة باختيار خصم معين أو تفادي آخر. كانت الحكاية مختلفة لأنه إحنا هنا في أو يعني الجهاز الفني والله وإحنا كمان لأن إحنا برضو ما كناش عايزين نتنقل من كوماسي، كان الجهاز الفني حساباته أنه لا يفضل يكمل في كوماسي. بدأنا اللي إحنا نستقر في المكان ان يكون عندك استقرار في المعيشه. استقرار في المعيشه هو شيء من صمتك وهدوءك وتركيزك انك بتكسب وانك عندك هدف انك هتمشي من الاوتيل ده او المكان ده هتروح تلعب في المباراه النهائيه. كان لو طلعنا تاني كان مفترض ان احنا نروح نلعب في بلد اسمها تمالي، دي بعيدا بقى عن ان ما فيهاش اي نوع من انواع الـ يعني الفاسيلتيز اللي ممكن تتقدم، قال لك هنقعد في خيام هناك ومفيش اوتيلات تسع او تاخد الناس اللي موجوده، وانتوا بقى ايه اللي هو كل واحد هياخد له خيمه هو واحد ويناموا فيها لغايه ما ربنا يكرم. في مصر كنا بنشوف الماتشات في التلفزيون سواء في البيوت او طبعا على القهاوي، لكن هناك في غانا كان ايه اللي بيحصل عشان بقيه الصوره تكتمل قدامنا؟ في الاوتيل ابقى معاهم في الاوتيل في الاكل، سواء وهم بياكلوا وهم بيركبوا الاوتوبيس وهم لما يوصلوا هناك هم رايحين التدريب، لانه كمان التدريب ده كان منتخب مصر ملعب التدريب بتاعه كان في مدرسه اعدادي اظن او ثانوي. الملعب ده كان حاجه عجيبه جدا، اول مره في حياتي شفت ملعب عامل كده، يعني ملعب غير مستوي، يعني جزء منخفض جدا وجزء تاني مرتفع. هو كان موجود صوره عثمان أباظة، موجود الاستاذه سماع عمار، بعثه كبيره جدا من الاعلاميين كانوا موجودين وكانوا في ظهرنا وفي ظهر المنتخب مصر، وده كان احساس. هي البطولات المجمعه دي او المسؤولين عن الرياضه او الاعلام والكلام ده لا هم بيبقوا قوه. كابتن سمير اول من ادخل لفظ كواليس المنتخب الوطني، اول من طرح حقوقها، اول من خلى الناس تتفرج على اللعيبه وهي في معسكرات، ده ما كانش موجود، وتخش جوه وتخش فتشوف اللعيبه بتاكل وتخش تشوف اللعيبه بتعمل ريكفري. مره من المرات انا لقيت زحمه جدا كل اللعيبه جاريه، فانا جريت ابص كان البوفيه فيه مكرونه سباجيتي وبانيه وسلطات ومش عارف ايه وبتاع، انا لقيت المنتخب كله ملموم حوالين مكان، فجريت ابص لقيت حله كبيره قوي كده فيها الصوص اللي هي بتاعه المكرونه، فطبعا كله خد مكرونه رايح يحط عليها الصلصه لانه من غيرها ما تتاكلش، يعني غير بقى الحلويات والتعرف اللعيبه في وسط الاكل بقى ده ياخد من ده مش عارف ايه، ده يخلي ده حاطط حاجه مثلا يرش له ملح عليها كده، يعني الحركات اللي هي الصغيره دي. ليجيبت ايت ان فينال، ليجيبت فا رونكونتري لو كامرون لو ستراتيج دو سيت ايكيب ايجيبسيان. تقدر تقول تحايل، بس الحقيقه في مصلحه المواطن وضد الاحتكار. تعالوا نشوف حصل ايه. الماتشات طبعا كانت بتجيله من الفيد، كان بيجي هنا بياخدوا الماتشات والتعليق كان من هنا، لان احنا كنا برضو بالمناسبه الوسيله الوحيده اللي واخده حق التعليق العربي، كان التلفزيون والقناه النيل بيعلقوا بياخد تعليق فرنساوي، لانه كانت الشركه المالكه الحقوق ما كانتش مشتريه التعليق باللغات الثانيه غير العربي، فدي الثغره
اللي خدوها وكانوا بيعلقوا وبياخدوا تعليق فرنساوي. أما بقى في مصر فكنا بنشهد ولادة تجربة مختلفة تماماً، وهي قناة مودرن سبورت واستوديوهاتها الطويلة جداً. مودرن وأنا كنت موجود فيها منذ صدورها، في موجود فيها من الأول يعني، وكنت شريف في هذه الاستوديوهات اللي بتتكلم عنها بقعد 7-8 ساعات بنتعامل كأنك قاعد في، مش هقول لك على كافيه ولا في مصطبة ولا حاجة، كأنك قاعد قاعدة أنت والجمهور مع بعض. مدرسة إن أنا أمكلكع أو منشي أو إن أنا أخدها جد قوي دي مدرسة فاشلة، لأن اللي بيظهر على الشاشة لازم يبدو وكأنه طبيعي. ده أنا بالعكس، ده أنا في فيديو يعني في استوديو استوديوهات كنت مكان أنا ومدحت شلبي، بس ده كان في يعني لسه ما طلعناش على الهوا يعني، كانت حاجة محمد مصر غريبة جدا إن هو بعد ما سجل ده لا انها حاجه لطيفه يعني. بنغادر عبد المطلب يعني، كنا بنغادر الاستاذ محمود معروف ابن يعني انا جه يعني جبنا الدايه شويه، فقلنا انا خليه الدايه زياده او نضحكه يعني. يا ما اعرفش ليه الناس شربوا مساوى من الكاس، قول ما اعرفش ليه الناس. الاستوديو كان بيقعد بس ان هو السهرات يعني او الاستوديوهات كانت بتقعد بالـ6-7 ساعات والناس كانت بتتفرج، فطالما الناس بتتفرج يبقى الناس مبسوطه. بعدين انت كنت عندك يعني كميه اعلانات ما لهاش حل ان انت غير تقعد 6-7 ساعات. بتستمر الرحله في غانا وبنجتاز انجولا في ربع النهائي، وهنا بتعيش مصر كلها حاله رعب ما تتنسيش. اتفرجنا على مباراه كوت ديفوار وغينيا اللي انتهت بنتيجه كبيره جدا، كان شيء من الصمت. ازاي هتقابل الفريق ده؟ مراقب المجموعه بتاعتنا كان من الكوت ديفوار، فكان راجل لطيف قاعدين بنتكلم انا وهو بندردش. بعدين كوت ديفوار كسبانه غينيا 5-0، والاحتفال اللي عمله دروبا بتاع التمثال ده لما وقف وفرد صدره وبتاع وحاجات كده، بص لي وبيضحك وبنتكلم، فقال انتوا على فكره الدور عليكم. شيء من التحفيز جدا كنا بنلاقيه من اللعيبه الكبار والكابتن الكبار، بتتكلم اللي المباراه دي مباراه تاريخيه بالنسبه لنا، احنا مش غينيا. عند الاستاد كده لما داخل من نفس الباب اللي احنا داخلين منه الاوتوبيس بتاع الكوت ديفوار، فاللعيبه اللي حاطط هيدفون بيسمع مزيكا والباقي وشافونا طبعا عرفوا احنا شكلنا باين ان احنا مش من غانا يعني ولا احنا من كوت ديفوار، باين القصه ايه يعني، فبداوا يشاوروا لنا فعلا ان احنا 4 و5 وحاجات كده يعني وان احنا هنكسب وبتاع اللعيبه نفسهم يعني. فدخلنا الماتش طبعا واحنا برضو بنقول يا رب ما تفضحناش. لما دخلت كوت ديفوار اديت الحمد لله اللقاء بشكل قوي جدا، ودينا ان احنا نكسب اللقاء ده 4-0، كانت كل الناس كل التوقعات كانت في صالح كوت ديفوار، قدرنا ان احنا نعمل ماتش كبير جدا، كسبناهم 4-1. ورحت طبعا مع الفرقه على الاوتيل، ما شفتش المنسق بتاع المجموعه بتاعتنا لغايه النهارده. ما شفتوش لغايه النهارده يعني. وبالفعل بنوصل للنهائي الثاني على التوالي وحاله ترقب كبيره قبل مواجهه الكاميرون. ازاي استعدت مصر للحظه الحاسمه؟ كان بيجي رحلات من مصر الصبح تحضر الماتش وتروح، فيوم الفاينل بعد طيارتين بقى كبار، في طيارة منهم فيها جمهور وطيارة تانية قال هاتوا بقى الفرقة، وحتى لو لا قدر الله خسروا هاتوا الفرقة وهاتوا الإعلاميين وهاتوا يعني رجعوا الناس كلهم على الطيارة دي. كان إحساسي اللي دي كانت مباراة طار، أو النهاردة أنت بتكسبني بس أنا وصلت لك الفاينل أنا برضو هكسبك. وأنا داخل الملعب بقى قابلت كلود روا وفليب تريسيه، دول كانوا أشهر 2 مدربين يعني، يمكن دربوا نص دول أفريقيا تقريبا يعني. هما الاثنين كان عندهم يقين إنه الكاميرون هتكسب وهتكسب بسكور يعني، مش هتكسب كده وهتعوض الهزيمة اللي هي خدتها في أول ماتش، لأنهم كانوا لسه يعني زي على حد كلامهم إنهم كانوا لسه بيسخنوا يعني. فقلت لهم طيب انا فلان من اذاعه الشباب الرياضه، فارجوكم بعد الماتش ايا كانت النتيجه عايزكم تيجوا تعملوا يعني اجيلكم واعمل معاكم لقاء. قلت لهم بس انا هقول ان انتوا قلتوا ان الكاميرون هتكسب وهتكسب بسكور، فايا كانت النتيجه هاجيلكم يعني. فقالوا لي اوكي، برضو اختفوا بعد الماتش ما شفتهمش يعني. والصاجو زيدان والصاجو زيدان. سونج كان عنده 4 مرات فرصه انه يزق الكره في اي حته،
انا تحليلي الشخصي او يعني رايي الشخصي انه لا، العنجهيه بتاعت انا سونج اللي هو ايه يعني كره يعني يا طفش انا ما بطفش انا سونج، الامور مش طبيعيه يعني بيبص لك في عينيك انتوا فرعنا انتوا 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 ناس غريبه، واحنا طالعين نستلم فرقتنا يعني طلعت تستلم الكاس من كان عيسى حياته في الوقت ده، فلقيت هاني ابو ريده المهندس هاني ابو ريده بيوطي او بيوشوش عيسى حياته يعني بيقول له حاجه وعيسى حياته ميت على روحه من الضحك، فبقول له انا انت قلت ايه لعيسى حياته خليته كان ميت على روحه من الضحك؟ قال لي اول حاجه انا قلت له ما تقلقش انا هقول حازم لواري يحط سونج في كاش المكافئات بتاع منتخب مصر. منتخب مصر بطل إفريقيا مرتين على التوالي لأول مرة من الخمسينيات بدأ يستعد لمطاردة اللقب السابع وسط أسوأ ظروف ممكنة. بعد تألق عظيم في كأس القارات ضد البرازيل وإيطاليا بتيجي واقعة مباراة أمريكا والاتهامات اللي توجهت للمنتخب عشان تحدث شرخ تاريخي في العلاقة بين المنتخب والإعلام. ولا عاوزين نلعب كورة ولا عاوزين نعمل حاجة أحسن برضو يا كابتن دونا بكل حاجة الله يخرب بيتكم. ثم جاء الحدث الأسوأ في ذاكرة الكرة المصرية. يا سلام على عنتر يحيى، أجمل هدف في العالم. 2010 جت بعد طبعا صدمة عدم الوصول لكأس العالم وبعد الخسارة أمام منتخب الجزائر في أرض الرمان. 90% كانوا بيبقوا الأوضة وأنا كنت في حالة اللي هو أنا بقول لهم الموضوع انتهى هنبقى أبطال أفريقيا 2010. حصلت ردود أفعال سلبية البعض ارتكب فيها أخطاء أدت إلى اتساع الخلافات بين الجمهورين يعني، وغلط الصحفي أو الإعلامي إن حماسه ياخده أنه يخرج بره النقد المنطقي اللي خالي من الموضوعية. ابتدى بقى الكلام كتير حوالين المنتخب إن المنتخب خلاص دلوقتي الأعمار كبرت ووصلوش كأس عالم، كان في ضجة كبيرة جدا، إحنا أسميته طبعا قمة كبيرة، فروبه من القائمه كان لها مردود، وليد سليمان برضه فروبه من مجموعه، محمد شوقي ما كانش موجود، محمد ابو تريكه ما كانش موجود، عمرو زكي ما كانش موجود، ودول كانوا من الركائز الاساسيه بالنسبه للمنتخب. الامور اتطورت شويه، كان في برضه وسائل التواصل الاجتماعي كانت اشتغلت في الفتره ديت، كنا بنعرف بعض الاخبار بس برضه في نفس الوقت ما كانتش منتشره بشكل كبير جدا. الميزه بقى ساعتها ان ما كانش في تواصل خالص مع اي برامج، يعني احنا في انجولا منغزلين خالص، حتى النت والحاجات اللي هي موجوده دلوقتي السوشيال ميديا ما كانتش بالقوه اللي زي دلوقتي. كان حسن شحاته مانع انك تطول، يعني ما خدش غير دقايق بسيطه مع اي لاعب او اي حتى من الجهاز الفني والاداري. انجولا دايما في وجود الكابتن سمير كان في جزء فصل كبير ما بين الاعلام ما بين الفريق، ولكن هو كان يجيد هو الناس اللي موجوده، لان كان موجود هو المهندس هاني ابو ريده وكابتن حازم الهواري وناس كثيره جدا كانوا موجودين في التوقيت ده، هما كانوا عارفين يتعاملوا مع الإعلام إزاي. خلي بالك أنت تقدر بطريقة ما أن أنت تبعد الإعلام عن الفرقة بس تدي الإعلام شغله. كان عامل لنا أوتوبيس بياخدنا نروح بيه المباريات، نروح بيه التمرين، كان مهتم بينا يعني، بس بعيد عن احتكاك مع المنتخب واللاعبين. كان معنا كريم حسن شحاتة، كان معانا سماح عمار، استاذ منتصر الزيات كان موجود من الناس الكبيرة برضو القديمة اللي كانت موجودة، وكان الأستاذ حسن مستكاوي أنا شفته في المباراة النهائية كان موجود. ما كانش فيه إنترنت يعني، بس كان فيه اتصالات عادية بالموبايل، بس ما كانش الشبكة أفضل حاجة يعني عشان توصل لحد أو حد يوصل لك ما كانش بالسهولة. كنا بنتواصل عادي جدا عن طريق الموبايل، وكان كان كان موضوع الرومينج جدا موجود. كلمت كابتن وائل قلت له مش عارف اتواصل، مش عارف اعمل مكالمه وكده، فشغل لي التليفون خلاني اتواصل مع اهلي وكده، فكنت بكلمهم يوميا بصراحه ما كنتش عارف الدنيا ايه بالنسبه لسعر المكالمه وكده. فلما رجعت لقيت حوالي عليا 12000 جنيه. شق منتخب مصر طريق صعب جدا في البطوله، قلب النتيجه على نيجيريا 3-1 وفاز على موزمبيق العاده 2-0 ثم بنين 2-0، ودي كانت أول مرة نطلع بالعلامة الكاملة في أي بطولة كسبناها ما عدا 59 اللي كانت أصلاً نظام مجموعة واحدة. بعدها بنجتاز الكاميرون في مباراة عنوانها العميد أحمد حسن وسرقة جده الشهيرة لجيريمي، وحانت اللحظة الحاسمة اللي ما كانتش أصلاً النهائي. كان في حالة ترقب فقط لمباراة مصر والجزائر. يعني أخذنا قبل المباراة بيومين يجوا الصحفيين بتوع الجزائر والإعلاميين ويهتفوا عند الفندق بتاعنا وهنا نطلع نهتف عليهم، لدرجة ان احنا في مرة كنا هنحتك ببعض بشكل جاد يعني. الاجواء كانت مشحونة جدا،
سياسيا حتى كانت مشحونه جدا قبل اللقاء ده. كان لازم ناخد بطارنا من اللي حصل فينا في السودان. كان في اذكر المعلق الشهير حفيظ دراجي، كنا بنهتف عليه في كل جول، نهتف عليه ونشاور عليه، وهو كان متضايق قوي. بعد المباراه فرحت بقى الناس كلها والاتصالات، الشعب المصري كله بالكامل، وكان وقتها طبعا رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك حصل اتصال معايا وقال لي بلغ اللعيبه خلاص احنا مش عايزين منكم حاجه، احنا ده كده احنا خلاص ده بالنسبه لنا البطوله. احنا كلعيبه كنا قعدنا مع بعض، قعدنا مع بعض كتير جدا، حتى انا فاكر ليله الماتش النهائي قعدنا مع بعض، وكان وائل جمعه بيسال كل واحد فينا بكره الماتش هيخلص كام، فكل واحد قال توقع. في النهائي منتخب غانا قدم واحد من افضل عروضه، ولكن اقدر اقول برضو ده حسن شحاته بنزول برضو جده في اخر 12 15 دقيقه هو اللي جاب الجول. اغلبنا قال 2-0 وكان جد واحد منهم، يعني كلنا كنا متوقعين كده. وحتى كان مره في فتره في ماتش انا فاكر ان كان هينزل بدر شويه اخر التغيير، صدفه بان عليها. لو جت تاني صدفه تبقى لبأس، لو جت معانا تالت، هي جت معانا في 5-6 ماتشات حسن شحاته، يعني لازم الصدفه يبقى جنبيها توفيق في التفكير. يعني حسن شحاته لو ما فكرش كده لن يتحقق ما يشار اليه على انه صدفه. بدأ الناس بقى تشوف اللعبة وتعرف الكواليس اللي كانت بتحصل والحاجات دي كلها، ودي كانت حاجة مميزة على فكرة بعد البطولة. وحتى كان في تغطية برضو، الناس كانت بتروح البيوت أو الأهالي للعيبة، لا غطوا الأحداث والنهائي بعد النهائي بعد ما خدنا البطولة. بصراحة كان في فرحة يعني كل الناس شافتها. الرئيس محمد حسني مبارك استقبلنا في المطار، وطبعا جابوا لنا تويس متشوف كده، ومصر كلها كانت في المطار صراحة. فكان أفضل تدويج وأفضل تعويض لمنتخب مصر لعدم وصول لكأس العالم. دول كانوا 7 حكايات، لكل حكاية قصتها وزمنها وإعلامها، وإحنا في انتظار حكاية تامنة تتكتب في كوت ديفوار، ونرجع بعد سنين نوثق احتفالاتها وكل التطورات اللي صاحبت زمنها.